وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على قلب زينب الصبور. السلام على لسانها الشكور. السلام على بنت صاحب اللواء. السلام على من أوحي إليه. السلام على ابنة من أوحي إليه وبلغ من ربه مقام قوسين مقام قوسين أو أدنى. السلام على بنت ولي الله الأعظم. السلام على أخت ولي الله المعظم. السلام على عمتي ولي الله المكرم. السلام على من نادت في صحراء كربلاء هذا حسينك بالعراء مرمل بالدماء قتيل أولاد البغايا وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا. مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها يا أمير المؤمنين ألا يا والدي حكما يات فينا رعايانا يا
وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا يا ومن يأويه يتامانا إن عسعس الليل، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا يا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، هي وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا يا وتنثني تارة تدعو مشايخها من شيبة الحمد أشياخا وشبايا يا عنا هبوا من الأجداث وانتذبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايا يا عنا وإلى الفرايات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا يا لم يطف حر غليل الصبط بارده حتى قضى في سبيل الله عطشا يا نا لا يا يذبح الكبش حتى يروى من ضمن ويذبح ابن رسول الله ظمأيا يا نا يخويا يخويا وين حجي وحجي اخويا وشوفك ناشفر ياقك على الماي يا خويا وين كانت لولفت هاي دواهي الما دهت مثل من سنين انا قوم احملون للشمس ما اريد نظلال وهالفرش لها وخلوني بالرما يا ويلي يا ويلي خلوني بالعطش مثل ما خلوا حسين ولا من متيت لتمددوني يا نساوين ولا تشهدون ولا تسبلوا لي اليدين أريد واسي جثتي المنداس بن عال يا ويلي يا ويلي ولا تشهدوني على القبلة يا جواري ولا تغسلوني على العادة بماي جاري يا ويلي ولا تكفنوني بكفن
خلوني ببواري أريد أواسي جسمي الذي داسه بنعال. قالوا يا زينب هل عاد ما جرت ما جرت بميت والله ما فيكم هالفعايل يا أهل البيت. قالت أنا بأخويا إسوى ما تعديت ولكن الأمر لله. قالت سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى عليها أفضل الصلوات والسلام لقد نكأت القرحة واستأصلت الشفا. هذه جملة من خطبتها التي خطبت بها في مجلس يزيد في وسط الشام، وكما تعلمون أن هذا المجلس هو مجلس حاكم وحاكم لنصف الدنيا، وقتها أقطار كبيرة، دول كثيرة كلها تأتمر بإمرة ذلك الطاغوت، فمجلسه ليس مجلسا عاديا، إنما مجلس أبها وفيه جمع كثير وكبير من الناس، لأنه أذن للناس إذنا عاما فدخلت الرعية بأكملها، دخلت عموم الناس والجماهير ذلك القصر وفي تلك الصالة، فكان غاصا ومكتظا. مضافا إلى أنه طبيعة المجلس ليست طبيعة مجلس محتشم، لأن يزيد بالذات كان متجاهرا بالمعاصي وبالفسوق وشرب الخمور والضرب بالطنبور واللعب بالقرود إلى آخر ما يمكن أن يتصور من معاصي كان يرتكبها، بخلاف من كان قبل كان يحتشم في الظاهر وفي الباطن يصنع ما يصنع على الأقل في هذا المورد. إذن المجلس كان مجلساً مجلس لعب، مجلس له، مجلس ناس غير محتشمين. تقوم امرأة جليلة القدر شريفة النسب والحسب مخدرة بل فخر المخدرات، ابنة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنة لفاطمة، وهي صنو الحسن والحسين، امرأة وأيما امرأة في جلالة قدرها وخدرها، فتقف بين الرجال هكذا فتخطب. هذا مو ظرف عادي، هذا ظرف استثنائي، هذا معناه أن الضرورة وصلت حالتها القصوى، فدعت سيدة كزينب أن تخطب في محفل كهذا المحفل وفي مجلس مثل هذا المجلس. هذه الضرورة كيف نقدر أن نتصيدها؟ في الواقع من خلال الخطاب الذي أكدت وركزت عليه سيدتنا زينب، يتمحور حول أهداف عظيمة نقتبسها من اقتباسها للقرآن. السيدة زينب في خطبتها ذكرت ثلاث آيات بكاملها، يعني مو جزء من الآية كما في بعض الجمل، كانت تذكر جزءا من آية قرآنية، لكن هناك
ثلاث آيات هي مفصل الخطاب، ذكرت فيها سيدتنا زينب الآية كاملة. مثلا الآية الأولى قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون. قالتها بعد أن بدأت الخطبة، قالت بسم الله. طبعا يزيد قبلها كان يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. قالت هي بسم الله، مو باسم أخ شيء آخر، مو باسم الأمر اللي أنت أنكرت، بسم الله وبالله وصلى الله على والحمد لله وصلى الله على أبي وجدي رسول الله، يعني محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله. ثم قالت: وكذلك صدق الله حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون، يعني أعطته حكم الكافر وهو بالفعل كفر، إذ أنه قال لعبت هاشم بالملك، أبيات ابن الزبعرى، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا كفر صريح. قالت له: ثم كان عاقبة الذين أساءوا، إما أن نقول السوء مفعول لأساءوا، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يبقى الكلام شنو عاقبتهم؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، هذا التفسير الأول. أو لا، ثم كان عاقبة الذين أساءوا، تقف شنو عاقبة الذين أساءوا؟ السوء. عاقبة الذين أساءوا أن الله أعطاهم السوء أيضا، يعني على غرار قوله: من يعمل سوءا يجزى به، وعلى غرار قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا المضمون الأول. إذن أنت في سوء، عاقبة الذين أساءوا السوء، عاقبة الذين أساءوا لهم السوء، يعني أنت يكنفك المكر السيء وجزاؤك هو السوء مو شيء آخر. ولازم ذلك عللت أن كذبوا بآيات الله. إذن الإنسان يعمل سيئة ويراودها بعد ذلك بسيئة ثم سيئة، هذه السيئات تتراكم وتعطيه غلاف وتعطيه جدار على قلبه، هذا نتيجة شنو؟ السوء، نتيجة عمل السوء. وبالتالي هذا الإنسان يكفر بالله وهو لا يشعر. أن كذبوا بآيات الله، تعليل أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، وهو كان يستهزئ بآيات الله وقد كذب بها. ثم قالت، بينت له، لأن يزيد كان يقول، وأنا هذا الكلام لعله ذكرته هنا على هذا المنبر في أحد المجالس وفي الإعادة إفادة، يقول أن الحسين من وين أوتي، يعني شلون أنا قاتلت وانتصرت عليه؟ ذلك أنه كان يقول أن جده خير من جدي، وأن أباه خير من أبي، وأن أمه خير من أمي، وأنه خير مني، هكذا كان، فكان يريد الملك. فأما أن جده خير من جدي فجده رسول الله، صحيح.
وأما أن أمه خير من أمي فأمه فاطمة أيضا صحيح، وأما أن أباه خير من أبي فقد اختصما فحكم الله لأبي فأعطاه الملك وقتل عليا، هكذا تدليس. وأما أنا وهو فقد احتكمنا أيضا تحاربنا تقاتلنا فنصرني الله عليه فأعطاني الملك، هذا يدل على أن الحق وياي، إذا أنا عندي تفوق مادي وتفوق عسكري وأقدر أدير زمام الأمور وأكبت الأصوات وأخمد الأنفاس وأزج في السجن من أريد، هذا دليل الحقانية، هذا دليل جاهلي. قالت له بعد ذلك: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء وصرنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وأن بك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة وصفى لك ملكنا، هذا مو ملك أي أحد، ملكنا وسلطاننا مهلا مهلا. الآية الثانية: أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. تقول لي: يا يزيد لا تفرح بما آتاك الله، هذا سنة كونية وتاريخية يعبر عنها القرآن بالاستدراج، يقول سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا استدراج، هذا الذي يعبر عنا بأنه سنة الإملاء. أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي، هذا إملاء، أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هذا إثم بعد إثم. فإذا بينت هذه الحقيقة لمن كان في المجلس ولمن كان مكتظ بتلك الأفكار الظلمانية، بينت لأهل الشام لا يغرنكم هذا المنطق وتفسير الأمور بهذه الكيفية، فجاءت بآية قرآنية دعمت كفره كما في الآية الأولى. في الآية الأولى قالت بأنه كفر، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، هذه الآية بعد نفس الشيء جعلته منكرا للأصل الأول وهو أصل التوحيد. ثم جاءت بآية ثالثة، هذه الآية الثالثة تشير إلى عدالة الله ومقتضى عدالة الله سبحانه، وتشير أيضا إلى عدم عدالة يزيد، ولذلك قالت له بصريح العبارة: أمن العدل يا ابن الطلقاء، هذا من العدل، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك نساؤك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يتصفحهن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن من ولاتهن ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. تقول لي: هذا من العدل يا ابن الطلقاء؟ هذا ليس من العدل.
المفروض أنت ابن الطلقاء، يعني تذكره بالواقعة التي حصلت عندما عفى رسول الله عن أهله. كان المفروض رسول الله يقتلهم واحد واحد، وهذا من حقه وخياره الذي أعطاه إياه القرآن، لكن قال لي أنت بإمكانك تقتل، بإمكانك أيضا تعفو، فاختار العفو والسماح بدون منن، أيضا بدون افتداء، بدون فداء وافتداء. الإمام عفوا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أطلق سراحهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وترتب فقه خاص من هذا الفقه أن الطلقاء لا يجوز لهم أن يحكموا الأمة، طلقاء ما يجوز لهم بحال من الأحوال يتسلطوا على أمور الأمة. تذكر بذلك في هذا الاصطلاح، تقول لي مو من العدل أنت اليوم تستولي علينا وتأخذ بنات رسول الله سبايا من بلد إلى بلد في الوقت الذي لم يصنع رسول الله بسبيكم وبأساراكم ذلك، أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ ثم لا تفكر أن هذا الانتصار الجزئي يفيدك، هناك انتصار أكبر وهو انتصار الرسالة، ودماء الشهداء تخلد وتبقى وتبقى تشع إلى آخر المسار إلى يوم القيامة، ثم هم يعيشون، ما في ما في غياب، هم يعيشون الآن. فلذلك جاءت بهذه الآية بعد هذا المقطع، قالت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء أحياء. هاي الآيات الثلاث أكدت على جوهر القضية اللي خلى سيدتنا زينب تخطب في مجلس كهذا المجلس، يعني مو مثل أمها حتى الزهراء، الزهراء اضطرت للخطبة، لكن وضعت بينها وبين القوم ملاءة وكانوا يبكون. أما سيدتنا زينب فوقفت تلك الخفرة في ذلك المجلس على رجليها وخطبت على الملأ وهي أسيرة. ما ذلك إلا لخطورة الأمر، وهو عندما يتصدى هؤلاء للكفر بالله ويتصدون لإنكار عدالة الله ويتصدون لتزويق الأمور. فلذلك سلام الله عليها وقفت، استدعتها الضرورة، الضرورة الدينية والضرورة أيضا العاطفية، لأن متى خطبت السيدة؟ خطبت عندما نظرت بنات الحسين إلى رأس الحسين في الطشت ويزيد يضرب رأس الحسين ويضرب ثنايا الحسين بمخصرته، العصا القصيرة اللي آخرها سن من حديد محدد مدبب، يضرب به ثنايا الحسين عليه السلام. لما رأت ذلك بنات الحسين جعلنا يتطلعن، يعني يقفن على أصابع أرجلهن حتى يروا رأس أبيهن، وإذا يشوفون ذاك اللعين يضرب ثنايا الحسين، فبكتا وأعولتا، جاءتا إلى عمتهما زينب، قلنا يا عمتاه قولي ليزيد أن يرفع مخصرته عن ثنايا أبي الحسين، فبكت سيدتنا زينب بصوت حزين يحرق القلوب، ونادت وحسينا أنا راسك حين شفت يا تلعب عصي زيد على شفته، ذاك الوقت راسي لطمت يا وصديت للطاغي وندهت،
شلت يمينك يا ضربت شتمني وتعدت لشتمت يا بالله شتمني وتعدت لايا يا شتيمت يا ويلي يا ويلي يا سلوة الهادي ومهجت يا أخو المثلك ضيع أختي لكن معذور يا الحزة ورقبت يا بالله معذور يا الحزة يا ورقبت. نعم هذه مصيبة ولكن مصائبها كثيرة عظيمة جسيمة. هذه المصيبة اختزلت كل مصيبة مرت عليها من فقد جدها المصطفى وأبيها المرتضى وأمها الزهراء وأخيها المجتبى. ولذلك لما كان يوم العاشر وقتل الحسين نادت اليوم مات أبي المصطفى، اليوم فقدت أمي الزهراء، اليوم فقد أبي علي المرتضى، اليوم فقد أخي المجتبى. وصرخت ومحمدا وحمزة وجعفرا وأبتاه وفاطمة، لو أن حاضر يا حسين أمك وأبوك النفل والطيار، عما ياك ما كان راح ضياع دمك ولا حرقة بني ميايا يا أخي أما صاحت يا يما يا يما يا محسن لي تعالي أشوف كربلا اش سوت بحالي، أنا شفت أخوتي مذبح قبالي، أنا شفت أخوتي مذبحايا يا قبالي، لأنها تناديها أنا يمك مو بعيدة، ثلاثة أيام أنا لازم بإيدي من طاح الحسين على الصعيد، أنا نوب أدور صبع إيدي ونوب أدور كف عضيدة يا إب الله ونوب أدور كآية يا أف عضيدة. ولم تزل سيدتنا زينب باكية ناحبة حتى علتها الآلام، فعندئذ أثارت الرأي العام في المدينة فأخرجوها من مدينة جدها إلى أن جاءت إلى قرب الشام في منطقة يقال لها راوية، ومعها زوجها عبد الله بن جعفر، ولكن قد نخرت فيها الآلام، وآلام القلب أعظم من آلام الجسم، وليس معها أحد من عشيرتها.
أما أولادها فقدمتهم شهداء قرابين مع خالهم الحسين، وأما إخوتها فمجزرين كالأضاحي، فلذلك كانت تندبهم وتقيم المأتم صباحا ومساء. أنا لو بيد الأمر جايان بنت على قبرك بيت الأحزان، إي والله بنيت على قبرك بيت لحزايان، ونحن يا حطوار والحان، ونعاك يا العين ابن الأعيان. ثم لم تزل كذلك سيدتنا زينب حتى دنت منها الوفاة. نظر عبد الله بن جعفر فلم يجد أحدا من القبيلة ولا أحدا من العشيرة، فضجت داره ببكائه. يا ويل يا ويل زينب حين حضرتها المنية، نادت يا غريب الغاضرية، يا ويلي يا ويلي اشتدت الحالة على الوديعة، تذكر كربلا وذيك الفجيعة، أخوها حسين وبصدره رضيعة، وابو فاضل على الشاطي رمية. يا ويلي يا ويلي زينب حضرها وغالها البين، لفاها أخوها ابو الفضل ويا الحسين، لما انشافتهم هلت العين وقالتهم ولوني بني أمية. إلا زينب على فراش السقام اتويني وتصي، زادت العلة عليها على ذيك المذابي، وكل ما عليها زادت العلة والوجع، تذكر مصاب الولي مكسار الأضلع، وركوبها فوق الجمال حسرة بلقنا، وبين النساء تنادي يا ويل تقوم وطي، قال هاي بن جعفر يا اخي اي رتال يا اسي، من اي مرض زاد الالم مني تشلوني، قالت الم قلبي تذكر فجعه حسين، هذا الذي منا ابد ما شوف تفريه، آجركم الله ما زالت سيدتنا زينب تلهج بذكر الله، حتى عرق جبينها وسكن أنينها وأطبقت فاها وأغمضت عينيها، آجركم الله. ثم فاضت روحها الطاهرة الشريفة، رحم الله من نادى وزينب،
رحم الله من صرخ وحسين يا ويلي إلا لزم اطلعها وصاحتي زهرة النجيبة يا أبوي زينب قضيت والله غريبة ما أدري درى لو ما درى محمد أخوها زينب جنازة للمقابر شيعوا بالعجل يا أبويا حشم الكرار أبو بالعجل يا أبويا الكفان والسدر جيبه إلا شال الجنازة وتقدم القمر عبا وحسين قدام الجنازة وحسين من خلف النعاش جثة بلا أرى يا أعيد عليك أعيد عليك وحسين من خلف النعاش جثة بلا أرى والمصطفى والمرتضى ينادون لا بأس والمصطفى والمرتضى ينادون لا بأس وام الحسن وحسين عبرتها سكيبة وام عبد الله بن جعفر ينادي ينادي حسين وينه وين ابو الفضل ما جا لاخته لاخته الحزينه لو ينكشف للغطا وينظر وينظر بعينه يشوف الاحبه كلها مجتمعه عند الحبيبه هذه زينب ومن قبل كانت بفنا ساحتها تحطل وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك.